Amid the hustle and bustle of daily life in Japan's capital, Tokyo, the Muslim call to prayer can be heard each day in a few corners of the city. اليوم أول مرة أصلي خلف شخص ياباني وخلف شخص أعجمي وكم سعدت أن يكون في شخص يعرف أن يقرأ القرآن بهذه الجودة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله